في هذه التضاريس الوعرة سننقل لكم بكل احترافية، مصداقية، شفافية وواقعية يوميات هذه العيون التي لا تنام وتسهر على حفظ أمن واستقرار البلاد. طرق وعرة، طبيعة قاسية، مساكن مهجورة، هي الطريق نحو مركز العمليات. هنا تبدأ الحكاية. حكاية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال يضحون بآخر قطرة من دمائهم من أجل هذه الأرض الطيبة. هم حماة الوطن. بكل صراحة لا يوجد أعظم منها نعمة فوق الأرض، ولكن تأكدوا باللي به المستوى الأمني المحقق حاليا جاء بفضل تضحيات جسام وتضحيات عظيمة من طرف رجالنا. هناك عدة العديد من الأرجل بُطرت والعديد من الأرواح أزهقت، ولذا أنا سعيد بهذا الحضور تاعكم باش تشوفوا الظروف اللي راه يعيشها العسكري تاعنا وتنقلوا المعاناة تاعهم من أجل تحقيق هذه النعمة اللي يجب علينا أن نحافظ عليها يعني بكل ما أوتينا من قوة. الفوج 12 مظليين مغاوير يستعد لتمشيط المنطقة. لا مجال للخطأ، التركيز واجب. هي آخر التعليمات لقائد السرية حول كيفية التحرك وترصد فلول الجماعات الإرهابية. المهمة بدأت، السرية تتحرك، التمشيط ينطلق، هدوء وحيطة وحذر، روح قتالية عالية واحترافية كبيرة. مهمة القنص التي تدربنا عليها جيدا سنقوم اليوم بتنفيذها ميدانيا للقضاء على المجموعات الإرهابية المتبقية بإذن الله. أرض الجزائر وترابها طاهرة ومشقى بدماء شهداء، ولهذا فنحن اليوم وغدا مرابطون من الجبال والطغور من أجل القضاء على ما تبقى من بقايا الشرادم الإرهابية الخبيثة التي تدنس أرضنا. مهما كانت ظروف الطبيعة فالهدف لن يتغير. لا تراجع قبل إتمام المهمة. شباب مرابطون، صامدون، متحدون، عازمون على القضاء نهائيا على من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد. يستمدون قوتهم وصبرهم من أرض ارتوت بدماء الشهداء. إنهم بواسل الجزائر. على المهمة القتالية هذه تثبيت وتطويق المجموعة الإرهابية هذه والقضاء عليها. نحاول إن شاء الله بإذن الله نستأصلوا العدو هذا كومبلي، من نستأصلوا من الجزر تاعهم، وهي المنطقة الحدودية اللي تخلي بين كما نقول لك المجموعة الإرهابية تتفرع ما بين طروا سيكتر. كما نقولوا احنا هي نقدروا نعتبروا بلي هذه المنطقة ترانزيت
تاع المجموعة الإرهابية. نحن هنا في مهمة تطويق منطقة القجاجعة المعروفة بتضاريسها الصعبة، بالضبط في مفترق طرق سيدي سليمان، للقضاء على المجموعات الإرهابية، على فلول المجموعات الإرهابية، ولن نتحرك من هنا حتى بعد على القضاء عليها جميعا. انتشار هؤلاء البواسل هنا عاد الهدوء والطمأنينة إلى المنطقة، ومعه عاد إليها أهلها لتدب فيها الحياة من جديد. بكري يقول له كنا ما نفوتوش من الطريق الزرقاء، وكنا دايرين الشناطية نقولوا عسى علينا منا، وإحنا ما نفوتوش إلا فتنا نوصلوا هنا. زايطهم الجيش وزايطهم الدولة، نقولوا ما كاش بزاف ما نشوفوا والو. أخويا راهي لاباس في ذي الساعة، وإلا جواها أخرين إحنا يا مانا ساكنين كاع في جهة واحدة، إحنا في الجهة هذه نتاعنا نورمال. مرافقتنا لأفراد الجيش الوطني الشعبي انتهت، لكن عملية التمشيط والتطويق لا تزال مستمرة من أجل اجتثاث بقايا الجماعات الإرهابية.